السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير، ورمضان مبارك للجميع إن شاء الله. أنا دينا ناصر شميمري، وتخصصي في المناعة والأحياء المجهرية. درست في فلوريدا في أمريكا، وشغلي ولي الآن أكثر من 30 سنة عايشة في أمريكا. فبداية بعد ما تخرجت طبعا، شغلي كان يركز على أمراض المناعة، وخاصة مرض لوبس اللي هو الذئبة. وبعدها طبعا اشتغلت في مجالات أخرى، لكن الآن شغلي يركز على مرض السرطان، خاصة خلايا سرطان الثدي، الغدد الليمفاوية، وسرطان الرئة. تركز على فهم ودراسة الجينات فيها. اليوم أنا حتكلم من ناحية المناعة، حاول أشرح إيش هي المناعة ببساطة، وأعطيكم الأشياء المهمة لتقوية وتعزيز المناعة. مثلا الأشياء، سواء الأشياء العناية بطعامنا أو العناية بجسمنا، كل هذه الأشياء إن شاء الله حتكلم فيها. ولكن ببساطة حبدأ في ما هي المناعة، وبعدين أشرح شوي. المناعة، إذا الواحد مثلا فكر إنه جسده هو مملكة، فالمناعة تعتبر حراس وجنود اللي تحمينا من العدوان. وأنا أقصد إيش من ناحية العدوان؟ طبعا العدوان هي الأجسام اللي تسبب لنا الأمراض، زي البكتيريا والفيروسات والجراثيم. فالمناعة، الواحد إذا هي جنوده و حراسه، فالواحد المفروض يفكر إنه يعطي جنوده وحراسه أقوى وأفضل الأسلحة. وإيش أنا أقصد بالأسلحة؟ قصدي الطعام، وكيف نعتني في جسمنا، هذا السلاح اللي نعطيه لمناعتنا. طيب، الآن أشرح شوي المناعة والطبقات. طبعا ما حدخل كثير بأشياء علمية، لكن عشان أسهل لكم الفهم. طبعا الطبقة الأولى هي اللي تعتبر الحاجز الأول، زي جلد الإنسان، الدموع، الصمغ في الإذن. كل هذه الأشياء تحمينا وتمنع الجراثيم والبكتيريا من الدخول بسهولة. وحموضة المعدة، هذا كمان من الطبقة الأولى، مهمة جدا علشان تحمينا وتقتل. طبعا الجلد ما يسمح للدخول، والحموضة في المعدة تقتل أغلب البكتيريا الضارة. طبعا جسمنا يحتوي على بكتيريا نافعة اللي كمان تساعد مناعتنا، أغلبها نافعة. الفيروسات أغلبها هي اللي تسبب الأمراض. وطبعا احنا كمان في وقت البانديميك، الكوفيد 19، الكورونا فيروس، فأغلبنا يبغى يهتم في مناعته، وأنا يعني يبغى يقوي مناعته. طيب إيش القصد من هذا؟ عشان نفهم إيش الطبقة الثانية من المناعة، اللي هي تحتوي على الخلايا، هي طبقة الخلايا الدم البيضاء. هي طبقة، الخلايا هذه عبارة عن إيش؟ الخلايا البي سيلز وتي سيلز، التائية والبائية. أظن قلتها صح بالعربي. فالتي سيلز وبي سيل، إذا في خلل في هذول الخلايا، فهذا الخلل هو اللي يسبب الضعف في مناعتنا، عدم القدرة لمقاومة الأمراض. وأسباب الخلل هذا ممكن تكون أسباب primary، أو قصدي بالعربي بدائية، أظن، سوري إذا غلط من جد والله، عشان عايشة هنا أغلب حياتي، لغتي العربية شوي ضعيفة، اعذروني. الفا الأشياء الأولية اللي ممكن تسبب خلل في المناعة ممكن تكون أسباب وراثية، أسباب الشخص يكون تبدأ من الصغر، أمراض اللي تيجي ممكن لأمراض المناعة بسبب أشياء وراثية. الشيء الثاني اللي ممكن يسببها هي التالية أو الثانية، مثلا تعتبر أسباب تيجي متأخرة بالعمر، مو متأخرة مرة، أنا قصدي يعني يكون الشخص أكبر سنا، من مثلا من ما تبدأ بالطفولة. فهذه الأسباب زي الأمراض المزمنة، الأكل الغير صحي لمدة طويلة،
عدم العناية بالصحة من نواحي أخرى، يعني الواحد عدم الحركة، التدخين، كل هذه الأشياء ممكن تسبب ضعف لمناعتنا لخلايا البي سيلز والتي سيلز. فإذا الشخص ما اهتم بهذه الأشياء من البداية حيسبب ضرر لمناعته طبعا. طيب إيش الأشياء الأخرى لتولد هذه الخلايا؟ طبعا اللوز مثلا والغدد الليمفاوية والنخاع في العظام يولد هذه الخلايا لنا. فإيش الشخص مثلا، عشان كذا ما ينصحون من ناحية الأطفال إنه ما يشيلون اللوز قبل إلا إذا ضرورة، مثلا الشخص الطفل دائما مريض والأمراض هذه حتسبب مشاكل أخرى للأعضاء الأخرى بالجسم، فذيك الساعة الواحد الطبيب يقرر إنه لازم يشيل اللوز، لأنه يعني the benefit outweighs the risk of leaving it، يعني إنه الفائدة من إنه يشيلها حتكون أفضل من إنه يستمر الشخص يمرض دائما ويأثر على الأجزاء الأخرى في الجسم. فالأشياء هذه الواحد يهتم بصحته ونظافته، هذا الشيء الثاني طبعا، عشان زي ما قلت أو ما أدري قلت ولا ما قلت، من ناحية إحنا الآن طبعا في COVID-19 pandemic والكورونا فيروس، فأغلب الناس طبعا تبغى تهتم بصحة مناعتها وتقويها. وطبعا من الأشياء اللي لازم نهتم فيها هي النظافة، غسل الإيدين جدا مهم، والمفروض هذه الأشياء نسويها طول السنة طول عمرنا، نهتم ونعلم أطفالنا النظافة وغسل الإيدين، يعني على الأقل الصابون هو أفضل شيء إنه يقتل الفيروسات، لأنه غشاء الفيروس هو عبارة عن إيش، يتكون من دهون بروتين بسهولة تتفكك الغشاء عن طريق الصابون. فيستخدم غسل الإيدين مثلا لمدة 20 ثانية على الأقل، وفي فيديوهات تشرح أفضل طريقة لغسل الإيدين، بس الصابون هو أهم شيء. غير الصابون إذا الواحد ما عنده ممكن يستخدم البيوريل الهاند سانيتايزر، هذول يحتوي على كحول، نسبة الكحول اللي تقتل الفيروس زي خاصة الكورونا فيروس هذه لازم تكون على الأقل أكثر من 70% عشان تفكك غشاء هذا الفيروس. طيب الأشياء، نرجع لموضوع صحة المناعة نفسها، طبعا أهم شيء من ناحية المناعة هو الغذاء، فاختيار الغذاء الصحي. وبما أننا على فكرة أنا المفروض أقول شيء مهم، في ناس تخاف وهل الصيام حيأثر على مناعتي وضعفها، أغلب الدراسات أثبتت إنه الصيام له فوائد جدا عظيمة من ناحية الخلايا جميعا وخاصة خلايا المناعة. لأنه إيش يصير إذا الإنسان إذا جسمه وجد إنه ما في طاقة حتجيله، فدراسات وضحت إنه الجسم يستخدم الخلايا القديمة والتالفة، فمثلا خلايا المناعة القديمة أو التالفة حتستخدم في الوقت الصيام، وهذا يساعد في تجديد خلايانا المناعية ويعطينا خلايا تكون أقوى. فالمفروض الواحد ما يخاف من الصيام. أهم شيء طبعا هو إيش نغذي جسمنا وقت الإفطار وإيش نغذي وقت السحور. طيب أهم الأشياء من ناحية الغذاء هي الخضار والفواكه وألوانها. أنا دائما أقول بكل الفيديوهات اللي عندي في اليوتيوب وكل أنا دائما أتكلم، عندي سناب شات أتكلم في الصحة، أعيد هذا الشيء طول الوقت، اللي هو الطعام لازم يكون كله eat the rainbow، هذا شيء دائما أعيده، يعني إيش، كله ألوان قوس قزح. الغذاء لازم يكون متنوع. إيش أقصد؟ يعني الواحد يغير مثلا من ناحية الصيام، يفطر بأشياء صحية، شربة خضار تكون محتوية على خضار ويغير، مو شرط نفس الخضار كل يوم أو صينية خضار. هذه الأشياء تغييرها مهم جدا لتوفر الفيتامينات المهمة
والأنتي أوكسيدنت والأحماض الأمنية، قصدي مضادات الأكسدة والأحماض الأمنية المهمة للخلايا جميعا وخاصة خلايا المناعة. فالأشياء اللي مهمة من ناحية الفيتامينات لمناعتنا هي طبعا البروتينات كمان، بس أهم شيء إنها ما تكون بروتينات دهنية، يعني لا تكثرون من اللحوم الحمراء، لحم البقر، لحم الغنم ولحم الجمل، هذا حاولوا أن تكون أقل شيء في طعامكم. واللحوم مثلا اللي هي lean protein زي الدجاج، صدر الدجاج أو الدجاج عامة، أوكي. طبعا الأشياء اللي مرة كويسة تكون زي البروتينات اللي كمان تجي عن طريق النبات، لأن البروتينات النبات نفسه فيه بروتينات. أو ممكن كمان الأسماك مرة ممتازة لأنها توفر لنا الأوميغا 3s، والأوميغا 3s مهم لجميع الخلايا وخاصة خلايا المخ، فالغذاء لازم يحتوي على هذه الأشياء. ومنها الفيتامينات للمناعة المهمة، فيتامين سي اللي هو في الفواكه الحمضية، وزي طبعا في فواكه أنا ما أنصح أبدا بشرب عصيرات من ناحية فواكه، فالواحد لما سواء رمضان أو غيره المفروض ما يكثر من العصيرات، لأنه السكر هو أكبر عدو لصحة الإنسان عامة وخاصة المناعة، فقللوا من الأشياء السكرية. وإذا الواحد بيأكل الفاكهة كاملة هذه كويس، لأنه الألياف في الفاكهة نفسها تمنع من تسرع ارتفاع السكر في الدم، الألياف تبطئ هذا الشيء. فأنصحكم إذا يعني تأكلون حلا كلوا فاكهة، بس كل الفاكهة كاملة، وابعدوا عن العصيرات أو سواء الغازية أو العصيرات الفاكهة، لأنها بس حتوفر لكم سكر حيكون جدا مضر لصحتكم. فهذا نصيحة مهمة، ومن الأشياء اللي أهم شيء إن الواحد يبعد عن السكر. الشيء الثاني من ناحية الغذاء، التنويع حيوفر لكم الفيتامينات والأحماض الأمنية والمضادات الأكسدة من ناحية الخضار، من ناحية البقولات، من ناحية الفول كلها والعدس، هذه الأشياء توفر بروتينات وتنويع الفيتامينات، زي فيتامين قلنا الأحماض، زي فيتامين سي على فكرة ممكن يكون أقوى في مثلا المانجا من الأورانج، بالمانجا الفيتامين سي يكون أقوى، الجوافة تحتوي على فيتامين سي جدا عالي. فأنصحكم كمان من ناحية الفواكه والخضار تركزون على الطعام، قصدي الفواكه والخضار العضوية، لأن الواحد من الأشياء اللي تضر المناعة كثرة جسمنا على المواد السامة. طبعا إذا الواحد أكل الخضار والفواكه العضوية حيكون ما في نسبة مبيدات الحشرات اللي يستخدمونها في الزراعة، فهذه أهم نصيحة برضو إنكم تركزون على الطعام اللي في موسمه والعضوي. الشيء الثاني المهم في تقوية مناعتنا خاصة من ناحية الفيروسات اللي تسبب الأمراض في الجهاز التنفسي، هذه الفيروسات قصدي الفيتامين اللي يقوي المناعة من هذه الناحية زنك، مرة ممتاز من ناحية تقوية المناعة ضد الأجسام اللي تسبب أمراض الرئة. فالزنك متوفر في طعام كثير، زي الزنك يكون في السبانخ وغيره، يعني بسيطة الواحد ممكن يدور على الطعام وإيش هي الفيتامينات المتوفرة. طبعا ما حقول كل شيء، لكن القصد إنه الواحد يركز على الأشياء اللي تكون فيها هذه الأشياء الفيتامينات المتوفرة. البروكلي يحتوي على كمان الفيتامين سي برضو، الألوان الخضراء مهمة جدا، الألوان الحمراء مهمة جدا، كل الألوان بصراحة، فالتنويع مهم جدا. فلما أنا مثلا أسوي خضار دائما أخلط مثلا الخضار الفلفل الرومي، أستخدم كل ألوانه، هذه الأشياء مهمة لأنها حتوفر
الفايتونيوترينت الفليفونويدز، هذه الأشياء كلها اللي تساعد مناعتنا في تقويتها وتجديد خلايا. فالتغيير والتنويع مهم. الشيء الثاني شرب الماء مهم برضو، لأنه الجفاف مو كويس لصحة الجسم وللخلايا. في من ناحية الطعام الأشياء اللي مهمة كمان، نكثر من الأشياء اللي تحتوي على ألياف، لأن هذه الألياف تساعد. أو أولاً أوكي، من الأشياء اللي مهم في من ناحية الألياف إنها تساعد في تغذية البكتيريا النافعة في أمعائنا. هذه البكتيريا النافعة لها دور جدا كبير بصحتنا وخلايا المناعة، هي اللي تساعد مناعتنا في حمايتنا. فأنصحكم تهتمون بالطعام، البروبيوتكس مرة مهم. فعشان قلت هذا الشيء بركز على شيء ثاني اللي ممكن جدا يضر ويضعف مناعتنا، هو إن الأشخاص اللي مثلاً يتعبون لو جاهم برد بسيط ويروحون على طول يصرون إنهم يأخذون أنتيبيوتكس، المضادات الحيوية، هذه جداً مضر للصحة إذا الشخص يكثر من استخدام المضادات الحيوية هذه، لأنها حتقتل البكتيريا النافعة اللي تحمينا وتضعف مناعتنا. فالشخص المفروض ما يأخذ الفيروس، ما يموت من المضادات الحيوية، مجرد البكتيريا الضارة. فالشخص لازم يروح للطبيب، والطبيب إذا حلل وقرر أنه هذه التهاب بسبب بكتيريا، يوصف لكم المضادات الحيوية، لأنه كمان في مضادات تختلف عن أخرى. فمن ناحية المضادات الحيوية الأنتيبيوتكس، الأفضل إنه الطبيب اللي يوصف هذه الأشياء بعد تحليل تأكيد من نوع البكتيريا وغيرها، لأنه في النهاية الواحد حيضر صحته ومناعته من نواحي كثيرة، من ناحية المناعة نفسها ومن ناحية التخلص الجهاز الهضمي حتى، لأنه البكتيريا النافعة أغلبها حتموت بسبب الأنتيبيوتكس. وعشان كذا دائما ينصحون لما الواحد لازم ياخذ انتيبيوتكس انه يكثر من الأغذية الغنية بالبروبيوتكس. والبريبيوتكس مهم برضو. ايش هي البروبيوتكس؟ البكتيريا النافعة تكون موجودة مثلا في اللبن، الألبان، المخللات، الكيمشي، هذه الأشياء توفر لنا البكتيريا النافعة. الملفوف، المخلل الملفوف اللي هو زي الكيمشي وغيره، جدا غنية بالبروبيوتكس. والواحد ممكن يأخذ بروبيوتكس بعد استخدام المضادات الحيوية لتقوية أو تجديد خلايا البكتيريا النافعة. وأنصحكم أنه طبعا تسألون الطبيب أي نوع حيكلمكم أو يوصف لكم من ناحية أخذ البروبيوتكس. فالبكتيريا النافعة برضو تعتبر من الأشياء اللي جدا مهمة. فالبكتيريا النافعة إيش تحتاج؟ تحتاج البريبيوتكس، وهذه البريبيوتكس تكون متوفرة عن طريق الغذاء. زي الطعام اللي كثير الألياف فيه، كل هذه تساعد خلايا، يعني أنواع الخضار، الملفوف، الزهرة، كل هذه الأشياء مهمة ومفيدة للبكتيريا النافعة ولصحتنا عامة. وطبعا الأشخاص لازم يرجعون للأشياء، مراجعة من ناحية الصحة ليش مهمة، مراجعة الطبيب والتحليل سنويا يساعدنا في فهم بأي مرحلة صحتنا، وذيك الساعة حنهتم بالأشياء اللي ممكن نقدر نغيرها. زي من ناحية الطعام، إذا الشخص مثلا عنده مشاكل في الغدد، الغدة الدرقية، فهذا له طعام معين ممكن الواحد يبدأ يا أشياء تبعد عنها أو تزيد منها، حتساعدك وتقوي المناعة نفسها ومقاومة المشاكل بسبب الغدة الدرقية. فكل هذه الأشياء، اهتمام بالصحة من ناحية مراجعة الطبيب، التحليل، التطعيم كوقاية مهم جدا.
فأنا دائما أنصح بالتطعيمات المفروضة، والأطباء حيقولون لكم طبعا إيش هي الأطعمة المهمة خاصة من ناحية الأطفال وصحتهم. ومن ناحية الأطفال طبعا نفس الفيتامينات اللي تجينا عن طريق الغذاء، مهمة إنه إحنا نعلم أطفالنا إيش التنويع والتغيير والخضار والفواكه، جدا مهم. أدري إنه أغلبكم يعاني من أطفال ما يبون يأكلون، فلكن أتعرضهم للنفس مو نفس قصدي، يعني لما كانوا مثلا أطفالي صغار أنا كنت دائما أحط الأكل وأقول إذا أكلتوا هذا جربوا لو ذوق، فكل ما يشوفونه كم مرة حيتعودون على طعمه وذيك الساعة يقبلون يأكلونه. فحاولوا تسوون هذه الأشياء، إنه صح إنه حيقولك لا ما حق، قولي له بس كل شوية لو لقمتين ثلاثة كل مرة يعيد هذا الشيء، حيساعد على قدرة مو قدرة سوري يعني تنويع حاسة ال وشي بالعربي سوري حاسة الذوق سوري. المهم فهذه الأشياء كلها مهمة، فإحنا نساعد أطفالنا بأنهم يجددون حاسة الذوق بتغييرات الطعام نفسها، التنويع، يعني نعطيهم نقول والله إذا أنتم اهتميتوا أنكم تأكلون شوي من هذا الخضار، وننوع بطريقة أنه إحنا مثلا ممكن نحط لبن مع الخضار أو أشياء اللي الطفل حيحبها، بس ما أنصح أبدا أنكم تحطون الأشياء الغير صحية، يعني مثلا تقولوا لهم والله إذا أكلت هذا أنا حاعطيك مكدونالدز ولا لا، لا تسوون هذا الشيء. في ناس إيش حيصير؟ الطفل حيفكر والله المكدونالدز أو البرجر كينج وهذه الأكلات السريعة يقومون يفكرون فيه كإيجابي. المفروض إن نبعد أطفالنا وأنفسنا عن الطعام السريع زي الأكلات السريعة زي المكدونالدز وغيره، فهذا شيء جدا مهم، نعودهم على الاهتمام بالأكل الطبيعي اللي يتحضر في البيت، العضوي، الخضروات، الفواكه. أنا حاسة أني أعيد الأشياء سوري، بس طبعا هذه الأشياء جدا مهمة عشان كذا أنا أكررها ولا أغلب تسمعونها من أغلب الناس، لأن الحل الوحيد من ناحية صحتنا هو الاهتمام بهذا الشيء وبإيدنا هذا الشيء. فإيش إحنا اللي نقدر نتحكم فيه هو إيش حناكل وإيش حنسوي من ناحية صحتنا. فالأشياء الثانية اللي لازم نهتم فيها من ناحية المناعة هي الاهتمام بالحركة والرياضة. لو الواحد حتى يمشي 20 دقيقة كل يوم أو 4 مرات بالأسبوع على الأقل، هذا مهم للدورة الدموية تحركها، وهذا حيساعد في تقوية مناعتنا. عدم الحركة مضر جدا للصحة عامة وللدورة الدموية وكريات الدم البيضاء، عشان كذا حاولوا تسوون روتين إنه يحتوي على حركة لو مرة باليوم 20 دقيقة. الشيء الثاني غير إنه طبعا ويمكن ما يحتاج أقوله بس أقوله، هو البعد عن التدخين، وحتى التعرض للتدخين الشخص اللي يدخن هذا مضر، فأهم شيء أننا نبعد عن التدخين وما نعرض أطفالنا ونرضى أنه شخص يدخن في البيت أبدا. فهذه أهم نصيحة، لأنه لازم إحنا اللي نقدر نحمي أطفالنا فنحميهم من هذه الأشياء. والتعرض للسموم الكثيرة، التعرض للسموم يعني إيش؟ سواء طعام حيكون مليان مبيدات حشرات، عشان كذا نختار الخضار والفواكه العضوية، والطعام المعلبات هذه فيها مواد كيميائية جدا مضرة للصحة، فالأفضل ناكل الأشياء الطبيعية اللي إحنا نحضرها واللي نقدر نتحكم بإيش يكون فيها، وما نكثر من السكر والملح. وحاولوا إنه لو استخدمتوا ملح استخدموا الملح الطبيعي، ملح البحر، مو الملح اللي يجي يزيدونه آيودين وهذه الأشياء اللي كثيرة مصنعة ما لها داعي، فالأفضل أقرب شيء للطبيعي. حتى الهيمالايان سولت أفود من الأملاح الأخرى أو ملح البحر طبعا.
فمن الأشياء المهمة كمان من ناحية الصحة النوم، عدم السهر، النوم جدا مهم، وما في شيء يعوض عن نوم الليل. وعشان نومه طبعا في طرق الواحد يهتم من ناحية كيف يحسن نومه. من الأشياء اللي لازم نسويها إننا نبعد عن استخدام الهاتف مثلا، الفيديوهات أو السوشيال ميديا، لما ساعة قبل النوم على الأقل، إن كل هذه لها تأثير على مخنا وقدرتنا على النوم نوم صحي. فأنصحكم أولا تنامون والتليفون جنبكم. الأفضل أنا دائما أحط تليفوني برا الغرفة قبل ما أدخل أنام، لأنه كمان التليفون فيه أشعة ممكن تضر، وما في صح أي دراسات تثبت 100%، بس ليش نعرض نفسنا لأشعة ممكن تكون مضرة لصحتنا؟ فالأفضل التليفون ما يدخل غرفة النوم. والنوم الليل أعيده مليون مرة، ما في شيء يعوض عن نوم الليل، السهر مضر جدا للصحة. والشيء الثاني عشان كمان النوم يكون متحسن، الأفضل أن الواحد ما يأكل وينام. حاولوا أن طعامكم يكون بدري أو ساعتين 3 ساعات قبل النوم، لأنه الإشي اللي يصير وقت النوم، النوم هو وقت تجديد وتحسين الخلايا. فإذا الجسم مشغول أنه يهضم ما حيسوي الأشياء اللي حتساعد صحتنا في النهاية، تجديد وتحسن الخلايا. فهذه الأشياء هي كلها لها دور كبير بصحتنا عامة ومناعتنا. من الأشياء الأخرى اللي لازم نهتم فيها هو الستريس، إننا نحاول يعني ما أو الغضب والستريس والحزن والاكتئاب، كل هذه لها تأثير كبير على المناعة. فنحاول نسوي الأشياء اللي تساعدنا، سواء الشخص الدعاء أو قراءة القرآن أو الرياضة أو اليوغا المديتيشن، كل هذه الأشياء لها فوائد من ناحية تقليل الضغوطات أو الاكتئاب والأشياء هذه، لأنه الارتفاع الستريس في جسمنا حيرفع الكورتيزول، ولما يرتفع الكورتيزول حينقص حيضعف مناعتنا. فهذه الأشياء كلها لها دور ومهمة، وما بطول عليكم وأشكركم وأشكر على هذه الفرصة أني أشرح عن المناعة، وأشوفكم على خير إن شاء الله. شكراً.